الفكره ديال ان بزاف من البنات اللي كيمشيو للخليج كتاخذ عليهم واحد الفكره سلبيه، هي كاينه واحد الصوره نمطيه اللي معروفه عند المغاربه بزاف، وبطبيعه الحال اي صوره نمطيه كيكون فيها واحد شويه ديال الحقيقه، وبطبيعه الحال كاين فيها بزاف ديال الكذوب. اللي بغيت نقول هو انه الناس كيمشيو للخليج سواء بنات سواء دراري باش انهم كيقلبوا على العمل ديالهم، ما كنظنش بلي ان الاغلبيه كيمشيو بواحد الهدف اللي هو كبيناتنا سلبي، ولكن كنظن بلي كما قلت لك في الاول كاين واحد شويه من الحقيقه في الصوره النمطيه. عندما يثير البعض مساله ظاهره الهجره نحو خاصه نحو بلدان الخليج، كانت في السابق هناك نظره نمطيه او حكم نمطي سابق بان كل الهجرات خاصة بالنسبة للفتيات الهجرات النسوية فقط أنها كانت يعني تشوبها بعض الاختلالات أو بعض الشبهات، وكانت كذلك المهاجرات يتعرضن للكثير من النصب والاحتيال والتغرير بهن للإيقاع بهن في الأمور الغير المصرح بها قبل الهجرة. فالعديد منهن من كنا يذهبن إما للعمل في بعض في البيوت أو في بعض الحرف كالحلاقة أو التزيين أو غيرها، فيجدن أنفسهن في أماكن أخرى غير تلك التي تم الاتفاق عليها في البداية، وأحيانا يزج بهن أحيانا حتى في أوكار الدعارة. ولكن هذه المسألة تم التطرق إليها إعلاميا بشكل كبير مكثف، إلى درجة أنه تمت معالجتها أو تصحيح هذه النظرة. ثم كذلك هناك تحول آخر على مستوى الوعي وعلى مستوى الكفاءة، إلى درجة أن المجتمع المغربي بحد ذاته الدولة المغربية هي بنفسها أرادت أن تصحح هذا الوضع أيضا، لأنه كان يضر بسمعتها وبصورة المجتمع المغربي. لذلك كان تضافرت الجهود من طرف الجمعيات، من طرف فاعلين الحقوقيين، من طرف المثقفين، من طرف الإعلام، من طرف مسؤولين في الدولة لتصحيح هذا المسار، وفي التالي أخذت الهجرة تأخذ مسارها الطبيعي. لذلك نجد في هذه الدول، في الإمارات العربية المتحدة أو في قطر أو في السعودية، هناك مهندسات معماريات، هناك طبيبات، هناك العديد من الكفاءات. فالهجرة أخذت توجها آخر وأخرجت لنا كفاءات متعددة مغربية نسوية التي فضلت العمل في هذه الدول، كما يفضلنا العمل في دول أخرى أيضا.